حياتي رئيس جمعية الأقزام المصرية الأولى في مصر ورئيس نقابة الأقزام الأولى برضو في العالم تعتبر، لأن ما فيش نقابات في العالم كله. والله إحنا المبادرة جميلة جدا، وهم الأستاذة علا منوري والأستاذة نانسي بصراحة ساعوا إن إحنا نقدر تواصلوا معانا لغاية ما وصلوا معانا من خلال الفيسبوك، والحمد لله وصلوا لتليفوني وأنا كلمتهم واتفقت معاهم، وبصراحة قاموا بعمل أو بمجهود خارق عشان يطلعوا المؤتمر ده ناجح جدا إن شاء الله بإذن الله. فأنا من ضمن الموضوع اللي أنا عايز أطرحه إن أنا في لجنة الحوار المجتمعي وصلنا إن إحنا عملنا المادة 81 في الدستور المصري، لكن للأسف هي لم تفعل حتى الآن، وإحنا سعينا ليها وإحنا أول ناس تتحط اسمهم الأقزام في المادة 81، لكن للأسف هي مش مفعلة، مفعلة للمعاقين بس لغاية دلوقتي. فإحنا إن شاء الله هنطالب وزيرة التضامن الاجتماعي بعمل كارنيه تأهيل مهني لحين ما يستخرج مجلس الشعب من جعبته زي ما بيقولوا القانون الجديد أو الدستور الجديد يعمله لنا ويشرعه لنا كده إن شاء الله بإذن الله. فإحنا عبال ما منتظرين عبال الموضوع ده ما يتم هنطالب الوزيرة باستخراج كارنيه التأهيل المهني، ولنا مطالب برضه إن شاء الله هنقولها النهارده في المؤتمر. لنا مطالب إن هو تفعيل نسبة 5% عشان الأقزام يقدروا ياخدوا شهادة 5% على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال جمعيتنا أو من خلال نقابتنا تحت إشرافنا طبعا، وده يتم تبع وزارة الضمان الاجتماعي زي ما احنا عارفين تبع مع الوزيرة غدا ولي إن شاء الله بإذن الله، هنقول لها على كل ده النهاردة. وبنتمنى إن الناس اللي سنها وصل 35 سنة وما تعينتش لغاية دلوقتي يبقى لها معاش استثنائي، لأن دول مش لاقين شغل، والغلط دلوقتي لو جم يشتغلوا بشهادة 5% هيقولوا لهم والله ما ينفعش لأن الأقزام سنهم عدى ال 35، فدول مش هيعرفوا يشتغلوا، فبنطالب معاش استثنائي ليهم. والله احنا المفروض نشارك في الانتخابات بس بالتعيين، واحد مننا يتعين في مجلس الشعب بالتعيين، لان احنا ما عندناش مقدره ان احنا نخوض انتخابات. انا طالب من رئيس الجمهوريه ان واحد من الجمعيه او من النقابه يتعين تعيين رسمي تبع الجمعيه او النقابه مننا من الاقزام، لان هم ادرى ناس. احنا من سنه 2000 بنسعى ان احنا نخلي الفئه دي ونحتويها ما نخليهاش مهمشه. فانا بطالب رئيس الجمهوريه السيد رئيس الجمهوريه السيد السيسي ان هو ان شاء الله باذن الله يخلي واحد مننا من الأقزام معين ضمن المعاقين من الأقزام ان هو يقدر يحل مشاكلنا ويشوف حياتنا في البرلمان القادم، لان هو ده الوحيد اللي عارف مشاكلنا ومعاصرها معانا. ما ينفعش واحد من المعاقين او من الأسوياء يمثل الأقزام لانه مش هيبقى داري بيهم يعني.